فينال اللي تتنظمها واحد الجمعيه شابه اغورا رباط سلا، ودي مناسبه لواحد النوع من اللقاء المتجدد ما بين السكان ديال رباط وسلا والفضاء العمومي ديالهم والمدينه ديالهم من خلال واحد السلسله الانشطه الثقافيه معارض الى غير ذلك. ونتمنى ان هذا البينال تكرس وتضمن واحد النوع من الاستمراريه وتوسع المدن اخرى، حيت حقيقه مدينه جميله بالمعمار ديالها بالشوارع ديالها بالبنايات ديالها، ولكن جميله كذلك بالنشاط الثقافي ديالها من خلال التظاهرات مثل التظاهره. نحن موجودين اليوم في هذا الحفل الكبير اللي هو اغورا، يعني حفل ديال الهندسه المعماريه اللي هما شبان اللي هما نظموه، وطبعا احنا ساعدناهم كوكاله ابي رقراق وكذلك كوكاله مارشيكا باش يكون نجاح. وكما كتشوفوا هناك عده شخصيات من العالم اللي جاوا يحضروا، مهندسين معماريين وإغبانيست اللي جاوا يحتفلوا بهذا اليوم الاول، وهذا كيوم اول يعني هذا ليفينمون، هذا خصنا نردوه ان شاء الله اكثر من هذا، يعني يوم عالمي كما كيكون في فينيز وفي بوردو وفي عده مدن، في موسكو كذلك بعده مدن في العالم كتسمى هاد لابيانال دو لاركتيكتور، فين كيتلقاو المفكرين، لان كتعرفوا لاركتيكتور والاوربانيزم ماشي فقط بناء منزل ولا بناء، هو فكر، هو يعني كيهم كل ما هو اجتماعي، كيهم كل ما هو حتى الفلسفه وغير ذلك، في ماشي كنجيو نبنيو مدينه، مدينه كتبنى طبعا بعده اشياء، منها المهندسين المعماريين اللي طبعا قبل ما يعملوا مثلا هاد القنطره اللي احنا موجودين تحتها اللي صممها المهندس الكبير العالمي مارك ميمغام، هاد القنطره عندها فلسفه هي حتى في طريقه يعني هادشي اللي كتشوفوا هاد لي زارك ديالها، فكر فيهم انه التقارب اكثر بين الرباط وسلا، كان الرباط كتجري عند سلا وكان سلا كتجري عند الرباط وكيلتقيو في الوسط، يعني كان هناك طبعا فكره اللي اعطات في الاول، يعني فكره في الاول وتصميم اللي اعطى النتيجه اللي هي كتشوف هذه قنطره الحسن الثاني للرباط وسلا، وشكرا.